طلب البضاعة يا كبير. دي مش طريقة دي يا معلم نوح. ما أنا جاي لك أهو بمزاجي. الراحة الراحة يا متر، دي مجرد إجراءات أمنية. هي دي برضه الأصول يا معلم نوح. ما قلنا اهدى على نفسك شوية لا تقلق عرق. أنتوا عايزين مني إيه يا معلمين؟ كل خير. مش باين. شوف يا متر، أنت لو نظفت ودانك وسلكت مخك آخرتها هتبقى خير إن شاء الله. بس أنت ما تقاطعش. بدران أنت راجل عملي وده اللي بيعجبني فيك، عشان كده أنا هخش في المطلوب دغري. أنت تلزمني يا بدران. إشمعنى؟ أنت هتستلوح من أولها ولا إيه؟ ما كلام المعلم واضح زي الشمس. ما أنا بحاول أفهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم راء. ما أنت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهمت شمس بلادك تطلع منين. أنت هتاخد قد ما بتاخد عند أفندينا تلات أربع مرات، ومن غير ما نعرف هو كان بيديلك كام. يعني أنت اللي هتحدد وأنت اللي هتورزق. شفت بقى يا متر، احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي؟ طب يا معلم لو عندك قضية هاتلي ورقها دلوقتي وانا هدرسها انا لو عندي قضية كنت جيت لك مكتبك بنفسي، وكنتش هجيبك لحد هنا ولا مؤاخذة بالطريقة دي. خليك دغري يا معلم زي ما قلت. انت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعوب رجليك عشان تلاقي ناس سالكة زينا مش هتلاقي. احنا علامة مميزة، المعلم النوح وولده. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضية قتل ابن الشهيد. بالعكس، انت اديتني فرصة اخد طاره بايدي مش بايد الحكومة. انت عايز ايه مني بالظبط يا معلم؟ رقبة افندينا. انت لحقتها قبل حبل المشنقة. المفروض بقى تكمل جميلك تسلمها لي. مش هو ده برضو العدل يا متر؟ انا مش قادر افهم انت ازاي مآمن لراجل زي ده. ده كلب افندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. احنا في خطر يا براء، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجه هتضيع مننا. نفسي افهم انت قلقان من ايه بالظبط يا معلم. ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصوره. انا حاسس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحه انا ما بقتش فاهمك يا حاج. شويه تقول لي سيبها وشويه تقول لي ارجع لها، هي ايه الحكايه بالظبط؟ ياد افهم بقى، بنته دي هي الشوكه اللي هنحطها بزوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟ اه، بس دي ما تنسكش اللعبه التانيه. لعبه ايه؟ رمانه. رمانه. رمانه.